جورج وردي فتنس ترينر مارشال ارت ترينر از ويل. اول شيء نحن عم نحكي اليوم عن البودي شيب اللي هو الاورلي اور جلاس بودي شيب اللي هو اكس شيب. قررنا انه نعمل شيء كثير مهضوم انه تو تون ذا ماسلز ونعلم السيلف ديفنس لكل النساء اللي ممكن يتعرضوا لهجوم او لحيلا شيء بحياتهم بهددوا. علمني كيف فينا ندافع عن حالنا. الاول بدنا نبلش بالورم اب. In, open, back, down. اللي راح نعمله بما انك صرتي رد بال قدمت You're gonna punch وانت عم تضربي punch صح؟ اضربك تنزلي سكوات تعلي تضربي اكس كيك اكس كيك من برا بعدين من جوا. ما لازم نبرم وجهنا، لازم نضل عم نطلع وننط. 1 exactly 2 now fly forward or kick. Kick, yes. Kick. Up and down. Behe ولا behe. Behe. One and two. Continue من برا لجوا ولا نشغل الاجر من جوا. من برا لجوا. Exactly. One and two. رح نجرب نعملها كلها هي سوا. واحدة واحدة. طبعاً. بالأول منبلش شو؟ Punching freestyle. بعدين I fake. And one, yes, and two, over here, yes, two, one, and exactly. Bravo, bravo, this is very good. مبروك عليك يا هيدا ورح نعطيك غير لكن طالما عملتك الهاو. Yes. كريستال بيدروسيان نوتريشنست واكسبرت وكونسلتنت عم تساعدينا نظبط البادي شيبس بالنوتريشن عند كل النساء. اول شيء خبريني شو هو الايديال بادي شيب؟ الايديال بادي هو بيتغير مع الوقت والكلتشر وكل مره بيطلع اذا بدك موده جسم مثالي بس حسب اذا بدك الستاتستيكلي كل القصص اللي قطعت بالتاريخ اكثر جسم ايديال هو لما يكون خصر ضيق والاور جلاس شيب. اوكي وصفي لي كيف تعرف وحده انه عندها ايديال بودي شيب؟ اور جلاس شيب هو لما يكون شكل الجسم مثل الاكس لو عندك الكتفات والوراك من زيت الحجم وعندك خصر ضيق. عظيم. هلا نحن عم نحكي انه مش ضروري تكون ضعيفه او ناصحه. الاور شيب هو اورلي شيب لكل الاحجام صح. الاور شيب مش وزن، يكون واحد وزنه عالي وعنده اور جلاس شيب. هلا عاده لما عم بكون نورمال بادي بتقولي نورمال بادي كرماله عم مع الوقت عم بكون البنت لازم تكون كثير ضعيفه. هذا الشيء سو ان رياليستيك، يعني مش كل الاشخاص ولا النساء عندهم هيدا الجسم وما لازم كثير نتجه صوب الميديا شو عم تحط لنا بالمجازين بالموفيز. هدول النساء اللي كثير رفاع يعني ما تطمن اللي عندها الجسم المثالي انه راح يضل عندها عطول. لازم تحافظ عليها. يلا كيف بتحافظ عليها؟ بتحافظ عليها مثل ما جسمها بالانس بتاخذ وزن زياده. هلا الحلو انه هي بتاخذ وزن بسرعه وبينقص وزنها بسرعه. اوكي بس من هيك بدها تنتبه انه يعني راح تاخذهم بسرعه. اول ما تاخذ وزن وين بتاخذه؟ تاخذهم كل جسمها. اوكي هذا حلو. موزع موزع مشان هيك في بروبورشن بس تاخذهم بسرعه. طيب شو لازم تاكل؟ لازم تاكل شوي من كل شيء. اوكي دونك فواكه خضره نوع معين من الحبوب احسن شو لازم يكون؟ حبه اسمر حبه كامله كامله او سمراء. البروتين بيض ومشتقاته والحليب والمشتقات يعني شوي بتوازن بتوازن مثل جسمها المتوازن. اوكي بتاخذهم مثل بعضهم يعني احنا كنا عم نحكي قبل انه اوقات كميات الكاربز اكثر هي ما عندها مشكله. هي طيب شو ممكن يصير عندها مشاكل غير مشاكل صحيه؟ الادفانتج هو تبعها مشان هيك هي الايديال انه هي اقل شيء بتعاني من مشاكل صحيه ككوليسترول وتريجليسيريد ومشاكل بالقلب وسكري لانه خصرة صغير. سو هيدي المنيح فيها ومشان هيك اتس ايديال. المش كثير منيح هو انه مرات بكون الابر بودي شوي
وزنه زايد والبوستشر تبعيتها اذا ما جلست بصير عندها اوجاع بالظهر. okay. مشان هيك هون شوي بنركز على الباك قد ايه بدنا نقوي بالسبار او الاكسرسايز، بس ان جنرال شيز هيلثي وبتنتبه كثير على اكلها. مشان هيك بنحكي بالفتنس نحن، مش انه نغير لها لانه هي عندها الايديا، رح نحكي اكثر كيف بدنا بدها تاكل لتحافظ على المسل تونز تبعها، وهيدا الشيء بمساعدتك ومساعدة الفتنس وبأنا امرأة ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش كريستا. ثانك يو.